تصميم الكلفرت راح يكون اللي هو مثل ما راح يكون reinforced concrete section. فعندي لازم يكون عندي سمك لهذه الجدران والسقوف في الأعلى وفي الأسفل، وكذلك لازم يكون فيه تسليح رئيسي المين reinforcement وتسليح ثانوي. بما أنه مثل ما تشوفونه الطول مالته طويل، فراح نأخذ لمتر واحد طول وراح نعموه على بقية المقطع. فراح يكون عندي نوعين من التسليح مثل one way slab، فتصميمه exactly راح يكون مثل إيش؟ مثل one way slab. التسليح الرئيسي المير reinforcement راح يخضع لقوانين one way slab اللي هو هذا رو يساوينا 0.85 FC برايم، هذا القانون عليه. طيب اللي يمكن حكينا عليه هذا يعني نفس المثال اللي أعطيتكم الواقع. بينما إيش اللي هو لمتر طول واحد اللي هو العزم الداخلي لازم إيش يساوينا؟ يساوينا أو يكون أكبر من العزم الخارجي المتصلف على هذا الكلفر. هذا كان عاد عيده يعني نفس الاسم. بالأخير راح نصل إلى هذا القانون اللي هو رو، كيف نحسب كمية حديد التسليح الرئيسي اللي هو ديزاين مير رينفورسمنت. طيب إيش ظل عندي؟ ظل عندي تسليح باتجاه الطويل، باتجاه الطولي. إيش قلنا التسليح باتجاه الطولي اللي هو يقاوم درجات الحرارة اللي هو المينيمم رينفورسمنت اللي هو قلنا له رو يساوينا إيش قد 0.2%. ما تذكرون قلنا دائما خذون 0.2% حتى ما نلوخ راسنا. هاي ناخذ هذا المثال ونشوف كيف ممكن نحله. طبعا هذا المثال يقول design the reinforced concrete culvert which has سمك الجدران مالته ايش قداته 250 ملم وايد. Reinforcement concrete walls with the maximum nominal moment. مثل ما تشوفون هذا الاحمال او هذه العزوم السنة القادمة إن شاء الله راح يحسب الكمية دكتور نشوان ويحسبها كامل، يعني مثل يطلع إلى هوني وإلى هوني يتوقف، بعدين يقول لك أنت روح صمم اللي هو إيش كريمفورس سكشن تسليح رئيسي وتسليح ثانوي وأبعاد. بس هو إيش راح يعمل لحد ما يصل إلى هاي النقطة ويتوقف، يعني لحد ما يحسب العزوم اللي عتصير على الكلفرت وبعدين إلى هوني يخلص دوره، يجي هوني دور منه دورك اللي هو تقولوا له ايه نحن نعرف نصمم الكلفر بس اعطينا الماكسيمم مومنت وين عايصير والمينيمم مومنت بالبوزيتيف وبالنيجاتيف. شوفوا كيف عايصير تسليح مع هذا او كيف عايصير الديستريبيوشن مال علينا. خلي بس احول شغل الكاميرا حتى أرسم. خلي بس انقل الشغلات المطلوبه. طبعا هسه تشوفون ما ياخذ اكثر من 20 دقيقه حل. الثيكنس مالته 250 اللي الماكسيمم مومنت بوزيتيف مومنت ايش قد 120 كلمه يمكن هذا النيجاتيف مومنت والبوزيتيف مومنت هاد بيد سبان اللي هو 570 نيوتن بير متر اف 1 420 اكس برايم دي داش اللي هو الكفر مال الكونكريت 60 ملم وهذا الكلفر عليه نوع عزوم. انا راح ارجع ارسم مرة اللف يعني قدامكم 850 المطلوب require design ايش reinforcement draw the section.
واضح المثال قدامكم يا شباب؟ واضح المثال؟ ليس نعم، الكل واضح عنده. الكتابة تنقري، أوكي. هسه أنا عندي أول شيء حتى أبدي أحله هذا، راح أبدي أشوف كيف عيصير العزوم، كيف هتتوزع العزوم. حتى أرسمها، راح أرسمها بلون آخر. شوفوا، النيجاتيف مومنت عيصير عالي فوق، عيصير عالي بهذا الاتجاه. هذا أشغل داتا ناقص 805. البوزيتيف مومنت أشغل عندي 520. نفس الكلام هوني عندي عزم اي سي هالشكل 570 570 بالاسفل. ايه نفس الكلام هوني. نشوف هالشكل عيسير المومنت اللي هنا بهالطريقه عم توزع. وهذه 805، هذا 505، وهذا 805. سواء هذا أو هذا، واضح توزيعه كيف صار هذا يا شباب؟ طيب نجي هسه عندي الماكسيموم مومنت بالبوزيتيف، أشهد عندي 570. هذا عندي الماكسيموم مومنت، راح أكتبه هالشكل عندي بالوسط بالميد سبان، عندي 570. واضح؟ نجي احسب الايج معلومه عندي، السمك الكلي معلوم اللي هو 250، دي داش معطى 60، معناته الدي افكتيف اشغل عندي 250 ناقصا 60، اشغل يساوي لنا 190 ملي. طيب ايش بقى عندي؟ بقى عندي تسليح هذا المقطع، لانه ايش طلع عندي؟ هذا المومنت معلوم، بس طلع عندي فاكتور واحد اضربه هذا. هون المومنت التيميت، لانه هذا كان اعطانا مومنت نومينال، راح يساوي لنا 1.6 مومنت ماكس او نومينال. على فرض انه ايش؟ على فرض انه هذا لايف لوب. فالمومنت التيميت راح يساوي لنا 1.6 البوزيتيف مومنت ماكسيموم. يعني شوف وين اكو ماكسيموم مومنت هنا؟ 520 هون، 420 570، فاخذ ايه ما هو؟ اخذ اعلى وحده. واضح؟ اخذ اعلى وحده. فراح يصير 1.6 في 570، كم راح تكون الجواب؟ 912 كيلو نيوتن متر. شوف لكل متر، ليش؟ لانه انا راح اصمم لمتر واحد. هذا راح افترضه يمتد ليشقد، يمتد لواحد متر. هو يروح بعيد يعني اكثر، بعيد يعني حيروح، بس انا راح افترضه اشقد لمتر واحد، لواحد متر. فهذا العزم لكل متر واحد. هسه راح اجي احسب الرو، رو ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 0.85 في اف سي برايم اشقد داته؟ قلنا 25. الصورة عند الكل واضحة. استاذ وهي بس مغوشة. هسا احسن؟ احسن هسا؟ وذكرنا في شيء يا دكتور واضح هسه. واضح نقاط شوية اكبر 0.9 3.85 بي اشقد 25 بي البي اشقد راح يكون؟ الف. ليش الف؟ بمتر طول واحد. في دي اشقد حسب معنا 190 اشقد راح يعطينا رو؟
1% تقريبا، 1.42 2 1.42% بس واحد اكدوني مني يا شباب سريع. انا طلعت لي 1.005% ما مشكله بس سريع واحد يعني. لا صح 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 أشقد 1.4 إيه صح 1.42 إيه أوكي 1.4 هذه راح تكون إيش راح تكون أكبر من 0.33% اللي هي رو مينيموم اللي هي أشقد ذاتي 1.4 على 420 تمام اللي هي بوينت أشقد تطلع 0.35% معناته أوكي والرو ماكس أشقد ذاته على فرضية انه تنشن كنترول الرو ماكس مالته الان راح يكون اقل بعدين لازم انتم تشيكون ايضا راح يكون اقل من رو ماكس اذا اوكي اي كان يوز معناته الاي اس ايش قد طلع عندي استخدمه اي اس راح يصير عندي 1.42 على 100 في بي البي ايش قد خلنا ألف دي 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 إيش قداته؟ 2698 190 الدي 100 إيش قيسانا؟ 2698 90 90 أو قولي تقريبا 2700 طيب 2700 ملم أنا عندي أسأل لكل متر ما ننسى لكل متر وين البوزيتيف رينفورسمنت البوزيتيف رينفورسمنت خلي افترض انه راح استخدم انا ابل 25 بعد ابل 25 اي اس بار ابل 25 ايش خداته؟ 490 491 تقريبا فمعناته النمبرز اللي راح احتاجه ايش خداته راح يكونوا؟ 5 6 يطلع 5.4 فيطلع 6 تقريبا خلي بس نكتبه فراح يصير عندي 5.4 بس هلا اكتبها 2700 على 490 ايش راح يساوي لنا؟ 5.4 0.4 لا تمسحون من 0.4 بس هذا الروم ماكسيموم طلعت 1.61 ايه معناته اوكي تمام ايه ايش قد طلعت اكتبها 1.16 ايش كان؟ 6 لا لا استاذ 6.1 1.61 طيب بس هاي ال 2700 من جدتي احنا مو دقيقه فوق 98 ها ايه ايه تمام تمام انا بالتقريب اعجبك فهذا لا تمسح من هذا الرقم ايش راح يطلع لنا راح يطلع لنا سبيس يعني بقيه 5.4 لو نعمل 6 لا لا ما بقينا حتى لو كسر معانا بقينا فايش راح يصير؟ راح يصير عندي الف سبيسنج الف على هذا الرقم 5.4 اذا عدت اي ديجيت معانا خلينا هون معانا 5.49 تقريبا كانت عملين في شيفت اب هاش بيطلعني فوق وبرمينه في الف لا تطلع 182.1 175 ليش قلل السبيسنج؟ قلل السبيسنج بس نعمل 100 اوكي بس ايش راح اقول؟
يوز هاشتاج ابو 25 ات اشقد 175 ملم سنتر سنتر. هذا وين البوزيتيف؟ اوكي واضح. نفس الكلام راح اعيده على النيجاتيف. النيجاتيف مومنت اشهر عندي انا، اخاف احد فاته. النيجاتيف مومنت عندنا اعلى شيء هوني، النيجاتيف مومنت بالكورنرز، هذا الكورنرز 805 820 820 805 اعلى شيء ايش عندنا؟ 820. فناخذ 820. المومنت التيميت ايش راح يساوي لنا؟ 1.6 في 820 ايش راح يساوي لنا؟ 1312. معناته الرو ايش راح يساوي؟ استاذ عندي يطلع ايرور. دخلنا في شعر البقيه هاي ثاني مره دخل المعادله هم يطلع ايرور، ما اعرف ايش ترى. انا ما يطلع ايرور عندي معادله. هاي صار داخل الجذر سالب. هاي صار داخل الجذر السالب معناته ايش؟ نو معناته هذا المقطع لا يكفي. لا ما طلع سالب. بس لا استاذ طلع استاذ الرد طلع 3.4 3.4%. إيه. أوكي. هذه راح تكون أشقر أكبر من الروما. اللي 1.6 كانت ما؟ 1.61 مثلاً اللي كان. مرة قبل هم طلع إيرور. إيه. يعني مرة هم طلع إيرور. يعني سالب. أنا هم طلع يمي سالب. أنا هم طلع يمي سالب. إيه سالب داخل الجدار. سالب. طلعت سالب نور؟ رول قبل هم طلع سالب. طلعت سالب. ما طلع لي. طلع سالب 2.8. لا داخل الجذر سالب. ايه هو داخل الجذر سالب. هو داخل الجذر قصدي حذيفة. اي نعم. نعم معناته ايه؟ اذا طلع انتم تحت الجذر سالب معناته السكشن مالكم متغير. تحتاج ايش نعمل له؟ نحتاج نكبر هذا اللي قررناه اللي هو 250 لازم نزيده، لازم اشهر نعمله 350 لانه وش العزوم اللي عليها كبيره. يعني قبل شوي هم نفس المشكله هم قبل شوي هم نفس الشيء هم طلع صارت. ايه معناته هاي صراحه انا نقلتوها مع المحاضره العام الاول، المحاضره العام الاول اعطاني هي بالايش؟ بالكيلوغرام لكل متر، يعني هو كان حسبها دكتور نشوان. فكانت 500 و 5447 في 9.81 ألف. لا أنا عندي مشكلة بالفوارد. عندي مشكلة 5000 مو 500. إيه أنا عندي مشكلة بالفوارس. أنا عندي مشكلة بالفوارس. لا لا تطلع مجرد تطلع سالبة يعني تطلع سالبة ما معقولة يعني ثلاثتنا غلط. لا لا ما معقولة كلي تكون غلط أنا غلط. هذه يا شباب هاي الأرقام كلها بها فارزة يعني 80.5 42 57 وهذا 82 وهذا 42 واضح؟ بس هذه راح أعدلها الساعة فأسعد كما الساعين 1.6 في 75 في 57 أخلي ساوينها 91.2 فبس تحطون هوني 91.2 أرجع بس أحسبوا لي هاي درجة 92.2
أنا غلطان. أستاذ يجوز تطلع سالب لأن يطرحون الرقم من سالب واحد فنضربه في سالب واحد تحت الجذر. ترى كلام صحيح. بس مشكلة ما طلعت يمي سالبة، هاي المشكلة يعني. إيه لا. يعني مرتين جاوبون وطلع سالب. فسبعة بوينت 19 في 10 وسالب 3. طلعت 0.0071. بس هاي ايش تطلع؟ انا طلعتها 0.00719. فرسد 0.72. 0.7 ايه 0.72 ايه بالمئة صح تمام اوكي يا شباب بس هاي اللي يضرب ايه اسرع بدل الورقه انا يعني ريت المحل انت طلع ظالم يلا طلع هذا 0.7 تقسيم 200 1368. طيب هون إذا استخدمنا أبو العشرين نقول إذا استخدمنا أبو العشرين أبو العشرين أي إصبار أبو العشرين إيش خداته 314.15 فاش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 1368 على 314. 4.3 4.3 بقيها بس طلعها فوق اضربها في الالف. ميتين تطلع هذه ما حطلعني حجمها ألف أشغال 4.2 ألف تقسيم 4.3 232.55 يعني عند أشغال يستخدم 225 معنى في السعي NOS راح يساوي لنا اشكر خلينا نسمع هوني ممكن فهاشتاج ابو العشرين هات اشكر هات 230 مليمتر سنتر هذا بوزيتيف النيجاتيف هسه حتى اذا اكو مشكله كان بهذيك وانا سبب النيجاتيف راح تنعاد النيجاتيف مو ايش قد كانت اعلى شيء من هذا الشكل 82 نيوتن لكل متر لكل متر متر فايش راح ناخذ نفس الكلام هسه راح ناخذ رو يساوي لنا بس قبل لا نحسب الايش المومنت التيميت راح 131.2 فرو راح تساوي 0.85 في اف كان ايش قد كان 25 على اف 420 21 في 25 تظهر الفوكس للكاميرا اللي موقعها والله الكاميرا مشكلتها مشكلة يعني عاد توضح جهة وجهة الأخ مغلقة ايه ايش عمل ياخذ لغاية الكاميرا دقتها مليحة والله اشتري والمحلات كلها انعزلت اكتب شو عمل الدنيا شو دكتور تطلع 1.07% صح 1.07% 1.07 اوكي بالمئة
هذا راح يكون اكبر من الرو مينيمم واقل من الرو ماكس اللي هي 1.61 وممكن نستخدمها. فالاي اس راح تكون نيجاتيف بالنيجاتيف. ايش قد نحتاج؟ نحتاج 1.07 على 100 في 190 في 1000. ايش راح يساوي لنا؟ 2033. 2033. معناته النمبرز اللي نحتاج ايش قد راح يكون عندي اي اس على اي اس بار. ايضا 2033 على 340 ايش قد يساوي لنا اذا استخدمنا ابو ال 20؟ 5.9 5.97 بس بس بار بس ثواني لا تمسحها بس اعملها شيفت اب طلعها فوق ماينس واحد اضربها في 1000 ستطلع 167.2 ملليمتر سنتر سنتر. يعني معناك ايش قد 160. طيب هسه 160 قلنا هون معناته ايش قد هاشتاج ابو 20 هات ايش قد 160 ملليمتر سنتر سنتر. هذا منه هذا النيجاتيف. ضل عندي ايش؟ ضل عندي السكندري رينفورسمنت. اللي هو مال ايش؟ مال التسريع الحراري. الرو مينيموم ايش يساوي لنا؟ مال سلاب. 0.2 اتش في اتش في بي. 0.2 على 100 في اتش في بي. واضح؟ ايش راح يساوي؟ 0.2 على 100 هذا منين جبناه انه هذا طبعا؟ من اي سلايد. ضربناه في الاتش ايش قد قلنا؟ 250 ما 190. في البي البي ايش قد راح يكون؟ 1000. طبعا هذا البي اما يكون 1000 او يكون ايش قد؟ يكون عرضه هذا 900 دكتور 900 لا؟ لا يكون هذا 3000. ليش؟ لان طوله 3 متر. ممكن ممكن يكون 1000 فخلونا على 1000 حتى ما تضيفون 500 ملليمتر سنتر سنتر لكل متر. لا ما ننسى هذا. طيب من نجي نختار الحديد تسليح خلينا نستخدم ابو الايش ابو ال 12 التسليح الثانوي اي اس بار ايش قداته 113 معناته ال ان او اس راح يساوي لنا اشغل عندي 1000 او راح يساوي لنا 500 على 113 ايش خلت عملنا؟ يعني اي اس على اي اس 4.42 هاي لا تمسح لا تمسح منه خلونا نقول فوق يكون في 1000 226 ملليمتر سنتر سنتر سي ايش قد؟ 225 20 معناته هاشتاج ابو 12 ايش قد؟ 220 ملليمتر سنتر سنتر. هذا منه سكن داري سيحتنا بس أجابت عقلنا خلقنا نجي أرسم الكلفر مالتي فلوش نجي. هذا الجزء شنو؟ نيجاتيف. هذا نيجاتيف هذا نيجاتيف هذا نيجاتيف. البوزيتيف فين عايزين بالضبط؟ فانا اجي اول شيء اخلي البوزيتيف دائما من ارسم انا ايش اعمل اخلي البوزيتيف اجي البوزيتيف ايش الداتا اخذناه بوزيتيف مومنت اول واحد حليناه 92 ايه طلعنا 32 سنتر سنتر بوزيتيف مومنت هذا لازم اخذ فأجي أرسمه هوني أقول إيه هذا أشكرك
كم 20 20 لا 20 at 230 سنتر نفس الكلام هذا وين راح يصير؟ راح يصير في الأعلى. ايش البوزيتيف النيجاتيف هون يصير ايضا راح اخليني هون هاشتاج ابو ال 20 at 230 ملم سنتر سنتر واضح؟ ظل عندي البوزيتيف النيجاتيف مومنت اشغل عندي شوف النيجاتيف مومنت اشغل طلع عندي النيجاتيف حسب نانو طلع 160 احتاج فوق بالنيجاتيف في هون بالاعلى 160 واضح احتاج 160 فانا ممكن هذا ايش اعمله اقسمه هذا هذا ايش اعمل من يطلع هون اعمله بينج اب اطلعه نحو الاعلى بهالشكل هذا فايش طلع لي انا من عنده طلع لي من عنده 20 على 230 ايش خلى المطلوب عندي المطلوب عندي فوق بالنيجاتيف مطلوب عندي 160 ايش خلى الفرق عن هذا ايش خلى احتاج اضيف على هذه طبعا شوفوا اي هذه اذا كان 160 ضعف ال 160 ايش خلى 160 في 2 320 زين انا اذا جاني من عنده جاني من عنده ايش قد جاني من عنده 230 ايش قد احتاج اضيف عليه يعني انا ممكن احطه بهالاتجاه هذا اقول هل قد احتاج بعد 90 او تعملون كت اوف حتى لا تدوا فاسد اعملها كت اوف لا تعمل بنت ولا شيء اعملوا هالشكل عملوا هالشكل هذا البوزيتيف مومنت نفس الكلام هون هاشتاج ابو ال 20 هات 203 وهذا هم هاشتاج 20 نفسه طبعا طلع عندك هذول بالابكار هذا اشغل راح يكون راح يكون عندك هاشتاج ابو ال 20 اشغل 160 ملم سنتر واضح اللي هي في كل الاركان وهذه ستريت حطها كت اوف يعني نعملها بدون بيت واضح احسن شيء طلع عندي التسريح الثانوي، التسريح الثانوي اللي حكينا عليه ايش طلع لنا؟ طلع لنا 12 at 220 نعم 5 موجود فوق 12 at 220 هذا راح يكون هالشكل اي هون برجع عمود علينا هذا الشكل راح اشرح هالشكل راح اقول 512 at 220 ملم سنتر سنتر دبل لاير دبل لاير يعني ايش يعني واحد فوق واحد جوا زين استاذ هذا الحديد التسريح اللي بالزوايا اللي النيجاتيف ايه يعني مثلا الى وين راح ينتهي يعني مثلا الى الوسط يعني الطول ايه. مالته لحد ما المومنت يقل هذا يحتاج انه ايش لازم بعد معانو نقرا معانو ديفلوب لين حتى نقشع لحد الى اي مكان المومنت عيشتهم يعني شوف المومنت ايش عايزين هون اللي سأل هذا السؤال المومنت شوف كيف عايزين بالبداية طيب يعني بالأعلى الأطراف عالي الأطراف عايزين عالي عايزين عيقل فأنت بس تحتاج بالأطراف حتى لا تطق عندك أوكي وما يحتاج تحطه للإسمه فهذا ممكن تختار لك فرق L على 5 مثلا إذا كان هذا 3 متر L على 5 كلش كافي واضح؟ اوكي وهذا الطول مال هذا ايضا ممكن اكو بالامثله كان شوفت لكم انا ايضا ممكن اشقد داتا النيجاتيف ديفلوب لينث اشقد نحتاج يعتمد على الفضاء هذا مثلا اذا كان هذا 5 متر L على 5 موجود يعني اسعد شيء الكميه ايضا بالكلاس واضح يا شباب؟ طبعا ايضا ممكن
ممكن هذا ايضا ما نعمله بهالطريقه، ممكن نعمله بشكل اخر. اذا اردنا ان نعمله بينت، نجيب هذا من هون نعمله بينت نطلعه نحو الاعلى هالشكل، وبعدين نجيبه نحو الاعلى نجيبه هالشكل. هذا تسليح واحد استاذ. هاي الطريقه اشوف يعني احسن وعمليه اكثر يعني. نعم لان تكون مربوطه. هذا راح تكون بهالطريقه. هذا تشوفون هذا التسليح الرئيسي، هذا راح يكون اشكل. خلينا نقول هذا ابو 20 220 230 فاذا احتاج انا اشكل احتاج فوق احتاج 160، فاذا طلعت بس 160 من 20 230 ناقص 160 70، يعني اطيق احط لازم نطلع عدد بهالحالة حتى نخلص من هالإشكالية هذه. يعني حتى أقول هل قد استيت ستريت وهل قد يكون عندي بنت، يعني ممكن أطلع ثلثين وهذا يعني أنا أفهم هذا الشيء، بس أنت مش صعب راح أفهمكم عليها، بس بعدين أفهمكم المحاضرة الجاية إذا عندكم إشكالية عليها. فهذا أطيق أقول عليه إنه 230 في 2 460 مليمتر سنتر تو سنتر، هذا ستريت يعني راح يجي هالشكل يروح ستريت، ويبقى من عنده هاشتاج 20 at طلعها المحاضرة الجاية. نعم بين. فشوف إذا جمعتهم هذول اثنين آتم راح يصيرون 230، يعني راح يكون عندي جزء راح يكون ستريت وجزء بينت. فهذا البينت أشقد حصلنا بالأعلى؟ حصلنا 460. نحن أشقد نحتاج 160، فالباقي راح يكون إيش؟ additional في هذه المكانات، يعني تحتاج additional بهذه المكانات بالإضافة إلى هذا. اوكي واضح، يعني فت عمليه بس توزيع للتسليح، بس انت مهمتك فقط تنتهي انه فقط توجد الحديد تسليع والشرم مثل ما موجود هون بالطريقه هذه كلش كافيه. واضح، هذه الحاله راح ابيضها هسه مره ثانيه لكم هم حتى تكون اسهل عليكم بالقراءه المره ثانيه. ما اريد اخذ وقت كثير. احد عنده سؤال على هذه المساله اجاوبه حتى؟ راح اعيد الكميه على السريع حتى اخاف احد ثاني. طبعا هذا الكلفرت علينه وزن للتربه ووزن للطرق واي شيء كان موجود في الاعلى. تصميمه كبعد وكاسماك وكل شيء يخضع لقوانين او الري والهيدرولوجي ومشاكل ذلك. الجزء اللي يخصني انا يعني فقط انه يجيني بعد ما يصمم هذا مهندس الري راح يجيني على هذا الكلفرت راح يجيني ايش؟ عزوم. انا راح اخذ هذا العزوم واحول هذه العزوم الى حديد تسليح. فكيف ناخذه؟ راح نتعامل معانه ك one way slab. فناخذ طول 1 متر بهالاتجاه ونصممه. ناخذ 1 متر بالاتجاه الطولي اللي هو الرينفورسمنت بالسكندري رينفورسمنت المقاومة لدرجات الحرارة ايضا والشرينكج ونصممه. فاخذنا اول شيء بما انه التسليح الكلفرت ما علينا فقط بوزيتيف مومنت، علينا بوزيتيف مومنت في اماكن الوسط كما موجودين هون عندنا نيجاتيف مومنت، فنختار اعلى بوزيتيف مومنت اللي هو شوف عندنا 420 520 420 570 او العفو 57، فاخترنا اعلى شيء وصممناه انه عادي، وبعدين اخترنا اقصى نيجاتيف مومنت وصممنا علينا طلعنا حديد تسليح، وبعدين بالاتجاه الطويل بهذا الاتجاه اللي هو التسليح الثاني واللي هو راح يطلع لنا اذا قطعناه في هالمكان هذا راح يطلع لنا كدوت، راح ناخذ متر طول واحد، يعني العرض مالته راح يكون متر طول واحد. صممناه بالاتجاه الثانوي كايش؟ كتسليح ثانوي بالاتجاه الثانوي، بالاتجاه الطولي عرفنا شو نصمم، فطلعنا اشقد ابو 12 على 220، فتوزيعه شو راح يكون؟ بالبوزيتيف مومنت حطينا اي تسليح طلعناه بوزيتيف حطيناه بالنيجاتيف، اي تسليح طلعناه حطيناه بالنيجاتيف على شكل L،
والتسليح الثانوي راح يكون على شكل نقاط دوت اللي هو راح يكون يخترق عمودي على الورقة يروح باتجاه التمام أو باتجاه هذا القناة اللي هو تسليح ثانوي. بس التسليح الرئيسي راح يكون هذا الاتجاه. أنا خلصت المحاضرة، إذا أحد عنده سؤال يبقى يسألني، واللي ما عنده سؤال خليه العادر. دكتور بس بخصوص المشروع، بس على مود استخدام برنامج اوتوكاد، احنا اخذنا بالاول برنامج اوتوكاد 2010، هسه يعني اكيد اكو اصدارات احدث، وحضرتك اعرف يعني حديث ويكون سهل بالتعامل. ايه خلي بس اطحب التسجيل. اوكي.